من الحاجات اللي أسعدت السقة هو ترشيح فيلم العنكبوت لجائزة أفضل فيلم بجوائز الجوي أوردز، واللي هتكون بتاريخ 21 يناير 2023. تقدير هو تقدير أدبي، فطبعا مبسوط جدا جدا، وأتمنى إن شاء الله أن يعني نحصل على هذه الجائزة في السعودية بأمر الله إن شاء الله. يعني أكيد طبعاً بنتمنى توفيق للفنان أحمد السقا، والفيلم العنكبوت أكيد اللي زي ما قلنا قبل كده أنه تم تسميته ضمن الترشيحات لجائزة الفيلم المفضل في الجوي أوردز، وكمان بطله أحمد السقا مرشح لجائزة الممثل المفضل عن دوره في الفيلم. وغير أحمد السقا بلشنا نشوف تفاعل النجوم على تسميتهم أو تسمية أعمالهم ضمن الترشيحات في تطبيق جوي أوردز، فيسرى عملت ريشير على ستوري لترشيحها لجائزة الممثل المفضلة عن دورها في مسلسل أحلام سعيدة اللي قدمته في رمضان الماضي. أما رحمة رياض اللي تم تسميتها بفئة الموسيقى للأغنية المفضلة عن أغنيتها اصعد للقمر، وكمان عن الفنانة المفضلة، فبدأت تحمس جمهورها من خلال الستوري، واحنا سألناها عن الموضوع ده في لقائنا معها اللي كان على هامش حفلتها هي وعبادي الجوهر في خرفة كان، واللي أحيوها يوم الجمعة، واللي هتشوفوا تفاصيلها معنا بعد شوية. اللي مرشح أنا وزوجي أليكس، فالفرحة فرحتين. Thank you so much لجوي أورد. الترشيح بحد ذاته هو نجاح بغض النظر أخذت الجائزة أو لا، بس أنك تترشح عن جائزة أفضل فنان وجائزة أفضل أغنية وأنا مرشحة عن جائزتين، الحمد لله so happy. أخذتها ولا ما أخذتها مبسوطة، بس أكيد فانزي ما رح يقصر ورح يصوت، وإن شاء الله يكون لنا حصة وجائزة إن كان أنا أو زوجي ألكسندر علوم. وألكسندر تم ترشيحه لجائزة الممثل المفضل عن دوره بمسلسل الماس مكسور، اللي تم ترشيحه كمان لجائزة المسلسل المفضل بفئة المسلسلات. ومن الفنانين الشباب اللي كمان تفاعلوا مع ترشيحهم هو سالم الحمد، اللي نشر تغريدة قبل كم يوم أعلن من خلالها ترشحه لجائزة الجوي أوردز عن فئة الوجه الجديد المفضل، وطلب من الناس دعمه والتصويت له. وغير كمان نجوم الغناء والتمثيل، كمان الانفلونسرز متحمسين للترشيحات، فعمرو مسكون نشر ستوري بتنور أو بتوري الناس إزاي يستخدموا التطبيق، وطلب منهم يصوتوا له بفئة المؤثرين لجائزة المؤثر المفضل، وده طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وبدوره الانفلونسر السعودي نواف الجامع كمان مرشح عن نفس الفئة، ونشر بوست كتب فيه أتشرف أني أكون من ضمن المرشحين المؤثرين اللي تم اختيارهم في مسابقة جوي أوردز. ومنذكركم أن الجمهور هو اللي بيسمي وبيصوت للمفضل عندهم، وعملية التصويت بدأت قبل كم يوم مع المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التسمية على تطبيق جوي أوردز اللي بتقدروا تنزلوه من جوجل بلاي وأبل ستور، وتسموا المفضل عندكم عن كل فئة، بحق لكم التسمية مرة واحدة في كل فئة. ومنذكركم المرحلة الأولى الخاصة بتسمية المفضل عندكم تستمر لآخر الشهر. بالنسبة للفئات نبدأ مع فئة السينما اللي بتتضمن ثلاث جوائز، الفيلم المفضل والممثل المفضلة والممثل المفضل. في حال ما لقيتوا اسم الفيلم أو اسم الممثلة أو الممثل المفضلين عندكم ضمن الأسماء الموجودة بالتطبيق، فيكم أنتم تضيفوهم في الفقرة المخصصة، وطبعا هالشي بينطبق على كل الفئات الباقية. أكيد طبعا. وغير فئة السينما في فئة المسلسلات كمان اللي بتتضمن التسمية والتصويت، للممثلة المفضلة، للممثل المفضل، المسلسل المفضل، والوجه الجديد المفضل للجنسين معا. أما عن فئة الموسيقى تقدروا تسموا وتصوتوا كالتالي، للأغنية المفضلة، الفنان المفضل، والفنانة المفضلة، والوجه الجديد المفضل للجنسين معا. كمان راح تقدروا تسموا أو تصوتوا لفئة المؤثرين وتختاروا المؤثر المفضل والمؤثرة المفضلة. وآخر فئة هي فئة الرياضة اللي بتتضمن التسمية والتصويت للرياضي المفضل والرياضية المفضلة. وعايز أقول لكم أن خلاص الوقت بيجري بسرعة جدا، فالحقوا من دلوقتي نزلوا تطبيق جوي أوردز وسموا المفضل عندكم عن كل فئة، لو عايزين أكيد تشوفوا نجومكم المفضلين وأعمالهم يكونوا مكرمين في حفلة جوي أوردز في يناير 2023.